صباح الخير. لن أحاورها اليوم، فكثر من حاوروها. لن أستفزها اليوم بكثرة الأسئلة، فكثر من استفزوها وأغاظوها وجروها إلى خلافات ومواجهات لم تزدها إلا قوة وبريقة. وكثر كثر من أدانوها وأصابوها، فصمدت هي حيث هي وبقوا هم حيث هم، يقتاتون من بقايا نجوميتها ويتناتشون ما رمته وراءها. أخلع في هذا الحوار قفازات الأسئلة والأجوبة، وأستبدلها بحميمية واضعة عنوانا لجلستنا يشبه صوتها، أسميه حالة من الصدق، علّه يكون مميزا في زمن التشابه والتكرار، وعلّني أنجح في اكتشاف مكان ضعف هذه السيدة التي حولتها من امرأة إلى مرآة تجلس أمامها فتخجل الأقنعة وتسقط كل المحرمات، ويبقى فقط أوتارا ذهبية تخرق جدار الصوت، وقلبا ماسيا يأخذك إلى حيث هي أصالة. مرحبا. هاي ريمو. شكرا. كيفك؟ يمكن أحلى، يعني أحلى كلام سمعته، بس إن شاء الله يكون بيشبهني.